أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافٍ عبده ويخوفونك بالذين من ومن يضلل الله فما له من هاد
ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله العظيم. Masih ada dua.